الحضور الكرام، دعوني قبل أن أختم كلمتي أستحضر قول المولى عز وجل في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. فمصر هي البلد التي وهبها الله المولى عز وجل أمنه وحمايته، وتصديقا لذلك فإن مصر لن تخذل أبدا ولن تسقط أبدا، وستبقى وأهلها في رباط وقوة إلى يوم الدين. فمصر كانت ولا تزال وستظل إن شاء الله قلب أفريقيا والوطن العربي النابض، والشك لم يساورنا يوما في أن مصر ستتقلب وبسرعة على كل المصاعب، وستعود كما عهدناها قوية فتية حصنا حصينا تذود عن أمنها وأمن أشقائها وأصدقائها، وتعمل من أجل تحقيق التنمية لشعبها وشعوب القارة الأفريقية. تلك التنمية التي ما أن يكتمل عقدها ستنعكس إيجابا على مجريات التنمية في الشرق الأوسط والوطن العربي. إنما قلته فخامة الرئيس وأيها الحضور الكرام لم يكن دافعه فقط ما تجيش به نفسي من حب وارتباط بمصر، وإن كان ذلك الحب هو حقيقة أزهو بها أينما ذهبت، وإنما كان دافع ذلك أيضا ما نشهده جميعا ويشهد به العالم والمنظمات الدولية المتخصصة، من أن مصر تسير على طريق الإصلاح والتنمية وتتحرك بخطى واثقة ثابتة نحو تحقيق معدلات تنمية اقتصادية رائعة في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أعاود الشكر والامتنان لكم فخامة الرئيس ولحكومة جمهورية مصر العربية الموقرة على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أدعو الله عز وجل أن يكلل أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بالنجاح، وأن يحقق أهدافه بحضوركم وتحت رعايتكم الكريمة. حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسدد على طريق الخير خطاها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.